الذهب بيتراوح ما بين على حسب الكوب اللي عندك ما بين 140 لغايه 100 حتى 160 كمان او 163، يبقى كوبايه الدقيق. لكن المج اللي هو بيعاير معايا 200 مللي ميه او زيت، ده بيديني 150 جرام من الدقيق. يبقى كوبايه دقيق و200 مللي زبادي اللي هو عباره عن كوبايه زبادي برضو، وعندي 3 ارباع لتر بيون دجاج او لحم، وعندي بعد كده قطع من اللحمه والدجاج. لو استخدمت بيون دجاج احط فيه دجاج، لو استخدمت شوربه لحمه احط فيها قطع من اللحمه متنصره، وعندي بصل محمر وملح وفلفل، وعندي كمان عصير ليمون اختياري او عصره ليمون اختياري، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض كده. سجلوا واكتبوا تعالوا. على فكره الكشك من الحاجات فعلا الجميله جدا جدا، انا شخصيا بحبها ما كنتش بحبها جدا. طب هل يا شيف محمد ينفع ان احنا نعمل الكشك ده زي ما بنعمل بالظبط كده بشاميل؟ ما ينفعش. يعني ينفع اجيب مثلا حته زبده على النار كده، او ينفع اجيب الشوربه دي وبعدين ادوب الدقيق في الميه وانزل بيه خيط واربط كده؟ لا، هيبقى معايا عباره عن كتله او عباره عن زي كريم دوفلاي، يعني هتبقى شوربه مربوطه. لكن فكره الكشك هنشوف بس مع بعض كده، فكره الكشك هنلاقي فيه حاجات زي الخيوط مع بعض هنشوفها كده، وهتيجي من الخيوط دي هتيجي من الزبادي مع الدقيق مع بعض كده. اول حاجه هنعملها هناخد عندنا ادي الزبادي، علبتين زبادي اهم مع بعض كده اهو كده، وادي عندي كوبايه الدقيق، يعني علبتين زبادي اللي هم اللي هي بتيجي تقريبا في حدود 100 مللي، يبقى اتنين مع بعض بيدوني 100 مللي. اقلب مع بعضه كده اهو كويس جدا، وقوم جاي مديهم عندنا شويه ميه صغيرين جدا كده، ميه كريم من فضلك، شويه ميه صغيرين، ولو عندي شوربه اه كده، ولو عندي كمان شوربه اديها شويه شوربه اه كده، واضرب الكلام ده مع بعضه اهو، واسيب الكلام ده عندي يا جماعه في قلب المطبخ متغطي لمده لا تقل عن ساعتين ثلاث، درجه حراره المطبخ عاديه جدا اه. اضرب كده كويس جدا لغايه لما تبقى عندي عجينه اهي اهي زي ما انتم شايفين، وافك التكتلات الموجوده عندي في قلب العجينه اهي، شايفين ازاي اهي، لازم افك كل التكتلات دي كده اهو كده، وهوريكم الحجم ده هيبقى عامل ازاي وهو بيخمر. يا شيف محمد في حاجه اسمها تخمر ذاتي، خلي بالكم احنا بنتكلم حاجات علميه مش بنتكلم بس كده طبخ خلاص. في حاجه اسمها تخمر ذاتي، يعني ممكن الخمير او الدقيق يحصل له تخمر ذاتي من غير ما احط له خميره، ايوه. وفي انواع من العيش بتعتمد على التخمر الذاتي بتاع الدقيق، ما تحطلهاش خالص على الاطلاق لا خميره ولا بيكنج باودر ولا حاجات من دي. منها نوع من انواع العيش اللي احنا كنا عملناه قبل كده، اللي هو العيش ايه؟ العيش ايه؟ ممكن الشمسي، وممكن انواع ثانيه من الله يفتح عليك يا مان. ماشي؟ انواع ثانيه اللي هو العيش اللي احنا قطعناه قبل كده حطينا له حمص وسمسم، هو مش جاي على دماغي دلوقتي. ممكن برضه بيعتمد في الاساس ما بيعتمدش على الخميره خالص. بص يا جماعه ادي الخميره دي او ادي العجينه بتاعتي اهيت بعد ما بتخمر عندي. شوف يا جماعه الفرق ما بين الاثنين، هتشوفوا دي وهتشوفوا دي اهي. بصوا بقى حلو اهي، وحتى تحسوا كده ان في دي الثانيه دي فيها فقاقيع، يعني فيها كده فقاقيع اهي طلعت معايا، شايفينها دي؟ باينه جدا 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 يا حضرتك، ادي الفرق. هو فعلا بيعلى كده يا محمد، هو بيعلى كده. كل ما هيقعد معاكي اكتر من ساعتين، عندك من ساعتين لاربع ساعات، كل ما هيقعد معاكي كل ما هيبقى هيديكي طعم كويس جدا ومزاز. طيب زياده في الاحتياط كمان يا شيف يا حضراتكم، ان انا ممكن اديها عصره ليمون، بس عصره الليمون خلي بالكم برضو ده تكنيك شغل، الموضوع مش موضوع مقادير، تكنيك شغل. عشان في حد يقول لي اكتبوا لي المقادير، لكن اهم حاجه تكنيك الشغل. عصره الليمون ديت لو انا عصرت الليمون من الاول مع الزبادي، الليمون ماده حمضيه بتغير البي اتش، هتخلي الى هتؤدي الى تظبيط. تظبيط يعني ايه؟ يعني وقف نشاط بكتيريا الزبادي، وبالتالي بفضل ان انا لما حتى اعصر ليمونه اعصرها بعد ما توصل معايا الحاله ديت. ما ينفعش اعصرها في الاول، ما ينفعش اعصر الليمونه في الاول، لازم اعصر الليمونه عندي بعد ما توصل للحاله الجميله اللي انتم شايفينها دي. اعصر الليمونه كده. ليه الليمونه يا شيف محمد؟ زياده في المزازه. كل ما الكشك عندي هيكون مزز، كل ما الكشك عندي هيكون مزز، كل ما هيديني طعم وجمال وحلاوه مفيش بعد كده. نشيل بذره كده اهو، ونبدا بعد كده نقلب تقليبه بسيطه جدا، ونبدا بعد كده ايه نشتغل اهو. تقليب اهي زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نشتغل اهو يا جماعه. شايفين اهو شايف عامله ازاي العجينه؟ عامله ازاي؟ حتى بتلاقيها خفت شويه. نيجي بعد كده عندي الشوربه اللي انا سلقت فيها الفراخ، فيها عندي اهي ورق لورا، حبهان، بصل، كرفس اهو، اي وجزرايه ممكن اهو،
هنصفيها ونشوف الكلام ده لما اصفي معايا اديني. بص مع بعض كده اهو كده، شوف طلع ايه، شوف التصفيه طلعت ايه. عندي ورق لورا وحبهان وجزر اهو، ورق كرفس اهو، كلام من ده. كل الكلام ده بسلقه مع الدجاج بتاعي او مع اللحمه علشان يديني طعم. انا باخد من الكلام ده بالظبط في حدود عندي الثلاث ارباع لتر، على قد الكميه دي ثلاث ارباع لتر، وبعمل كده تقريبا دول عندي ثلاث ارباع لتر ماشي. بجيبه على النار يغلي، ثلاث ارباع لتر ده اجيبه على النار يغلي، وابدا انزل عندي اهو طبق كريم من فضلك. ابدا اول ما يغلي عندي ابدا انزل عندي بخليط الزبادي مع الدقيق اللي هو خمر عندي، وشرط اساسي يطلع معايا، شرط اساسي يطلع معايا، شرط اساسي يطلع معايا تمام. اقوم جاي هنا كده واخده هنا بالراحه اهو، واقوم نازل كده اهو. شوف انا بنزل بعمل ايه، بقلب كده، بقلب كده زي ما انتم شايفين كده بقلب كده ودني معاه حلوه، دني دي شرقويه 100%، واظل معاه لغايه لما انزل. بس وانا بنزل كده اقلب عشان ما يكلكعش مني كده. هنبص كده للقوام بتاع عندي الكشك، هلاقيه مختلف تماما عن قوام بشاميل اهو يا جماعه. بصوا اول ما يغلي معايا كده خلاص ارفع من النار. حلو الكلام يا شيخ محمد، حلو الكلام يا جماعه ماشي. نبص كده للقوام اللي احنا قلنا عليه، بصوا كده يا جماعه القوام عامل ازاي. تحس زي ما يكون في حبيبات صغيره زي ما يكون في حبيبات. ارفع تاني واحده، خليك معايا كده يا زلمه دي شوف يا جماعه، زي ما يكون في حبيبات صغيره. ما ينفعش ابدا يبقى ناعم زي البشاميل، ما يبقاش كشك. حلو كده القوام بتاعي لازم يبقى كده زي المهلبيه كده. ابدا اغرفه عندي في اطباق زي دي كده. مين معانا؟ مين معانا؟ السلام عليكم. الو. أهلا، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مدام، مدام هدى، اهلا بيك يا ست الكل. مدام هدى بنشكرك جدا، يا ريت تكلمنا تاني. اظبط الملح بتاعي يا مجدي كده، واحط فلفل ابيض، لازم فلفل ابيض مش اسمر كده اهو. واقلب الكلام ده يا مجدي واغرفه، ولما ارجع من الفاصل هنشوف هيعمل ازاي نغرف كده، وبعدين نطلع فاصل صغير ونرجع من الفاصل نشوف. انت حضرتك لما تفهمي اساس اي حاجه في الدنيا تقدري تعمليها صح وتعالجيها حتى لو حصل منها حاجه. لو فهمت اساس التخمير، يعني ايه تخمير، يعني ايه تخمير ذاتي، يعني ايه بكتيريا بتشتغل في الزبادي، يعني ايه نقعدها، يعني ايه نحطها، ما نعملهاش زي البشاميل، كل الكلام ده حضرتك لما تفهميه كويس جدا وتعرفيه هتقدري تعملي حاجه صح، وتقدري تبقى عندك 10 على 10. احنا عرفنا كده. مين معانا؟ مين معانا؟ مدام هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. مدام هدى، انا عايز اعرف عمل طريقه الكرنب للتخسيس. حاضر يا ست الكل، اللي هي شوربه التخسيس. حاضر، انا حاضر. حاجه ثانيه؟ بنشكرك جدا يا ست الكل. حاضر. هنا بنجيب عندنا زي ما انتم شايفين كده، عندنا دجاج، عندنا صدور او فرخه كامله سلقناها مثلا بالعض، ونبدا نسلها بايدينا كده. عندي حلين او عندي طريقتين، يا اما اخد جزء منها من الفراخ دي واحطها عندي في قلب الكشك بتاعي او في قلب الشوربه قبل ما اربطها او بعد ما اربطها، واقلب كده اهو، واغرف الكلام ده مع قلب في قلب الكشك بتاعي اهو كده. لو بغرف الكشك عندي بالشوربه، يا اما ان انا زي ما غرفتها في الاول كده، ونشوف هنحط ازاي عندنا الدجاج يكون شكله عامل ازاي. يبقى اما عندي الطريقه ديت يا اما عندي الطريقه دي، الطريقتين صح بنسبه 100% كده اهو. اخد ده كده، ده في دجاج عندي ماشي، واجيب عندي ممكن قطعه من الدجاج دي كده، ابدا انسلها كده واخدها عندي. بص يا جماعه الكشك لازم ينزل عندي ساب شويه عشان بيعمل ختمه من فوق، يعني كلي كده من فوق مسك كده وعمل ختمه معايا. ابدا احط له عندي، ادي الدجاج بتاعي اهو اللي انتم شايفينه كده، قطعه من الدجاج اهي عندي كده. وبرده مفيش ما يمنع لما احط جوه دجاج احط شويه فوق كده، على حسب امكانيات حضرتك، عايز تحط جوه بره ماشي كده. وبعدين اقوم جايب عندي ادي بعد كده، ادي عندي الورد بتاعنا اللي احنا عملناه امبارح بتاع الكشري، اللي هو بصل ابيض، لازم يكون ابيض مش احمر. حمرناه، ادينا له الاول، قطعناه الاول جوليان، وبعد كده ادينا له دقيق او شويه نشا وحمرناه عندنا في الزيت. نجيب شويه كده اهو، بيديها طعم حلو جدا. مدام نجوى، مدام نجوى السلام عليكم. عليكم السلام. مدام نجوى اهلا بيك يا ست الكل، اتفضلي. عليكم السلام. اهلا بيك يا ست الكل، اتفضلي. وقت التلفزيون يا ست الكل شويه. بقول لحضرتك الجبنه القريش. ايوه يا فندم. يعني جبت 3 كيلو 3 ريتل لبن، اه احط عليهم كام معلقه خل؟
لا يا فندم جبنة قريش ما تاخدش خل خالص. ما حدش قال الكلام ده خالص، انا ما قلتش الكلام ده والله. الجبنة قريش ما تاخدش خل خالص. الجبنة القريش بتتعمل بحاجتين، بتتعمل بحاجة اسمها بادئ وده مش موجود مش عارف تجيبيه، بزبادي وبنفحة الاثنين مع بعض. بزبادي الثلاثة كيلو تديهم بالظبط معلقتين زبادي، وتديهم بالظبط حدود 3 ملي بالسرنجة، 3 سنتي بالسرنجة منفحة، وتحضنيه زي الزبادي بالظبط، وبعد كده تحطي عندك في حصيرة. لكن الجبنة القريش ما تنفعش تعمل بالخل خالص. يا اما تعملها على طريقة الفلاحة بس بقى ايه بره كده لغايه لما يروب عندك اللبن وتحطيه في حصيره، ده موضوع تاني. بس انا ما اقدرش اشتغله كده ان اصلا الجو والدنيا النهارده بقت كلها امراض زي ما انتم شايفين كده عملناه. طيب النهارده عملنا كده، ده بالشكل كنا نقدمه كده، وارتكب العيش في منتهى الجمال، العيش المحمص بتاعنا جميل جدا جدا جدا، ومفيش مانع ممنع ابدا ان انا اديله بعد كده عندي اهو ورقه بقدونس صغيره جدا كده هنا بس للديكور بس كده، وكده الطبق عندي خلص. طب انا عايز اعمل الكلام ده كشك، الكشك ده عايز اعمله عندي فته.